السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ عادل او اس اي جيمر معكم، مساكم خير. شو مسويين؟ شلونكم؟ هذا مقطع بسيط او ابديت بسيط او تحديث بسيط للقناة، فلوج مثل اللي يحب يسميه فلوج، بخصوص كذا موضوع، والاهم منها اللي موجود في العنوان اللي هو معرض اي 3، اللي هو باذن الله انه راح يبدا في تاريخ 5 جون او 5 الشهر هذا الين تاريخ 7 جون برضو من الشهر هذا. يعني تعريف بسيط عن المعرض. المعرض هو اسمه معرض اي 3 او اي 3 اكسبو. المعرض هذا يعتبر اكبر معرض العاب في العالم، يعني يصير مره واحده في السنه في مكان واحد في لوس انجلوس كاليفورنيا، ودائما يكون في تاريخ، دائما يكون في شهر 6. السنه الماضيه كان في شهر 6، السنه اللي قبلها كان في شهر 6 وعليها. يعني السنه هذه الحمد لله يا رب لك الحمد، جت حصلت لي الفرصه اني بروح للمعرض مع فريق عمل زيباد اللي هم الرعاه الرسميين لي واصدقائي، والله اصدقائي الصدوقين. بإذن الله راح نكون 4 أشخاص موجودين في المعرض، راح تكون أسماءهم موجودة هنا، أسماء الات اسمهم اللي هو حق تويتر برضو، لأن المكان الوحيد اللي ممكن تتعامل معانا أو مو معانا، مع الناس يعني بشكل عام في التويتر، أساميهم كلها موجودة هنا. والأهم من هذا كله إنه في اسم بيطلع بعد شوي هنا، أيوة. هذا الاسم اللي اتمنى من كل شخص يتابع المقطع الحين ومهتم في الالعاب ومهتم في المعرض بشكل عام ويتابع الالعاب بشكل عام، يعني اتبع البتاع هذا، لانه هذا حساب لموقع zipad.net. الموقع باذن الله راح يكون فيه تغطيه كامله للاحداث اللي قاعد تصير في المعرض. حساب تويتر برضه راح يكون فيه تغطيه كامله للمعرض. اتمنى من كل شخص برضو مهتم انه يروح ويطرح اسئلته هناك على السريع الحين، عشان على طول يسجلون اسئلتك ويتاكدون منها ويردون عليها ويتاكدون منها في المعرض. يعني انه والله ابغاكم تروحون تتاكدون من الشركه هذه، هل بتنزل كذا، هل بيصير كذا، ابشر ولا يهمك. بالنسبه للمعرض نفسه، المعرض جدا كبير، في عشرات الالاف من الناس راح تكون موجوده هناك. المعرض مدة 3 ايام للعامه، مفتوح للعامه لمده 3 ايام او يومين، هي من 5 الى 7 يومين على ما اظن، اذا كنت عديت صح. لا 3 ايام معليش فاشل في الرياضيات، لكن مو مشكله. وقبلها بيوم راح يكون في اللي هي الكونفرنسز او المؤتمرات الخاصه في الشركات الكبيره مثل مايكروسوفت وسوني، وللاسف الشديد ما راح تحصل الفرصه اني اروح المؤتمر الخاص بشركه مايكروسوفت، لكن راح اكون من الناس اللي توصلني الاخبار اول باول، راح اعلمكم اياها على طول طبعا. فللاسف مايكروسوفت اكس ما اقدر اروح، لكن سوني ونينتندو وغيرها من الشركات باذن الله راح اكون هناك. وطبعا الشركات، في بعض الشركات على قولتهم استلعنت علينا وما اعطتني الباس او الاذن اني اكون هناك موجود عندهم، يعني معاهم، لانه انتهت الاشياء اللي تنحط هنا اللي تلبسها وتصير كأنك مشهور وفي اي بي وحركات، يعني انتم عارفين ايش قاعد يصير. المهم ما ابغى اطول في المقطع هذا، احس اني مره قعدت اقرق عليكم بزياده. باذن الله انتظروني انا كشخص كعادل، باذن الله راح يكون في لي تغطيه خاصه فيني انا، ماني باعلامي، انا مو اعلامي، انا رايح على اني اتندي او رايح على اني شخص حاضر للمقطع، حاضر للمعرض. وبعطيكم الاكسبيرينس حقي او التجربه حقتي اللي رحت. طبعا اول مره اروح، في ناس حصلت لهم فرصه انهم راحوا اكثر من مره هناك، ويعني عليها. فاتمنى اني ما طولت عليكم ولا قلقت عليكم ولا عورت روحكم بالكلام. بتكون في خفه في المقاطع هالايام من ناحيه الالعاب، لكن في ارتفاع شديد في الفلوجز وعليها. اهم شيء انتم منكم الدعم وورونكم متحمسين. في النهايه اتمنى انكم يعني سمعتوا كلامي. وان شاء الله راح اشوفكم في E3 ان شاء الله، راح يكون في فلوج خاص للرحله بشكل عام، لكن شوي شوي يعني. اشوفكم على خير، تيك كير، كيب سمايلينج، السلام عليكم.